محطتنا التالية سالي، رح نرجع فيها للضيعة وللسهرات الصيف والبساطة والإلفة والمحبة اللي اجتمعوا بكرنفال مارلياس بطحينة. أكيد لنحكي أكثر عن هالكرنفال. بس نرحب بمجد صباح، رئيس لجنة الكرنفال، ومرح أبو صعب من الفريق الإداري المنظم لكرنفال مارلياس. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا أهلا وسهلا. يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد القديس. اكيد دائما نحن كان اجى تزامنا مع عيد الاضحى المبارك، يمكن الاحتفال كان جدا مهم. كان زميلتنا مشرين عازر متواجده في حين، اكيد بنوجه لها تحيه ورصدت لها كانت الاجواء. بدايه كل سنه نحن ممكن نقوم بكرنفال او تقوموا بكرنفال، رح نبلش معك. كيف كانت السنه وكيف كانت الاجواء؟ السنه كان كثير مميز، يعني بشكل أضخم عن السنين السابقة وأكثر تنظيم، يعني فكان يعني عمل ضخم بشهادة كل من إجا حضر. حلو. بشهادة المغتربين وكل من شاف يعني العمل. فرح، كيف تم تنظيم الكرنفال؟ شو المميز هالسنة اللي عملتوه؟ هلا المميز انه كنا كلنا ايد وحده بالعمل، وشبابنا كلهم يلي كانوا موجودين بالضيعه كلهم كانوا معنا وما حدا قصر ابدا. فكنا كخليه نحل يعني اشتغلنا بايد وحده، فطلع شغل كثير حلو رتب، وعن جد مثل ما قال ماجد كلنا انبسطنا فيه. يعني يعني مثل ما قالت مرح، العمل الجماعي هو الناجح دائما. أكيد. ممكن ايد وحده ما بتصفق. فخلينا نحكي قديش كان في روح، يعني دائما نحن بدنا نشتغل شيء اذا كان بحب فهو بيطلع حلو، كان بلا نفس فهو ببين دغري. فبما انه هيك لاقى اقبال ونجح معناتها شاغلينه بحب. تحكي لنا عن كميه هيك الحماس انه نحن بدنا نحضر لكرنفال هالعيد اللي بيجمع كثير عالم، كثير اسماء تحمل اسم القديس الياس. تمام، هو حماس هو اللي خلى الدافع يعني لنكمل. اول شيء بلشنا 5-6 شباب، فلما دعينا على الجروب يعني لجروب الضيعه، فاول يوم حضر 70 شخص. فيعني كان كثير في حماس، ومثل ما قلتي عمل جماعي، يعني ما في حدا شخص بالنسب له هو نجاح العمل، يعني صحيح كله كان ايد واحده بالشغل. يعني فرح عم نشوف على الشاشه في تراث مثل ما قلنا بالمقدمه، في شيء بيحكي عن هي القريه، عن هي الضيعه حينه، عن تراثها، عن تقاليدها وعاداتها. خبرينا شوي قد ايه مهم الكرنفالات باحياء التراث لكل قريه، بين الطابع الخاص فيها طبعا شو مشهوره تحيا بقصص مميزه تزين الكرنفال. طبعا نحن تراثنا هو وجودنا، هو قيمنا يعني. أكيد. فكان الكرنفال عم بيرجع يحيي هاي الشغلات القديمه اللي كانت موجوده من زمان، وهلا اهلنا كمان رجعوا لها طبعا بقله الكهرباء والغاز وهيك، رجعنا يعني مثل قبل. وطبعا نحن ضيعتنا مشهوره باليانسون والقمح والزيتون والعسل. طبعا والعسل هي اهم شيء. والتوت. يعني كانت خطوة كتير حلوة لنرجع نذكر العالم بضيعتنا. يوزع فرجعنا ذكرنا العالم بضيعتنا، وخلينا المغتربين كلهم يشوفوا شو هي حينة وجمالها وكل شيء يعني موجود فيها. أكيد بدنا نوجه تحية للأهالي المتواجدين طبعا هناك، ولكل حدا يمكن ساهم بأنه يرسم البسمة والفرح. دائما وقت نقول نحن كرنفال معناتها يساوي فرح أو طبعا يساوي خلينا نقول هيك كسر روتين يمكن حياة. كلنا عم نعاني من ظروف صعبة عم نعيشها، سواء كانت اقتصادية أو بالكهرباء أو مثل ما ذكرت، يعني نعرف نحن بحرب اقتصادية، ولكن مثل هيك خلينا نقول كرنفال بيكون هو منفس للعالم صح، لتقدر تطلع وتنبسط. شايفين كتير أجواء ريفية جميلة يمكن هلا عم بتطلع على الشاشة عنا نحن شايفينها، وأيضا فرق الكشاف بحضور قامات دينية. نحكي شوي عن الأجواء كيف كانت. هو عنوان الكرنفال كان انه من هون ما منفل، فمثل ما قلتي بظل الحزن والازمه المعيشيه اللي عايشينها، نعم حبينا نعمل مثل يعني فتره ضوء، تكون يعني فتره نخرج من هالحزن، ننسى حزننا لفتره قصيره، نرجع عالم تحب الضيعه. المغتربين يعني اكثر شيء بسطنا هو اراء المغتربين، فكتير تليفونات اجتنا من برا انه نحن السنه الجاي بدنا نظبط عطلتنا على العيد.
تمام. يعني حبه. كله حابب يجي يحضر، كله هيك يعني رجعت صلة الوصل يعني بين المغترب والضيعة، رجعت حبب الناس ترجع على الضيعة، رجعت الفرح لفترة يعني ان شاء الله نكون هيك نقدر نكون عند امل الشباب اكيد اللي دعمونا ان كان بالمغتربين وان كان الاهالي اللي موجودين. نعم، يعني رسالة كثير مهمة بظل الظروف اللي عم نعيشها ان كانت اقتصادية ومعيشية، عنوان الكرنفال انه نحن متمسكين بتراثنا وبارضنا. يمكن هي الفترة صعبة على كل الناس ما بدنا ننظر، بس دائما بنقول ما بعد العسر يسرى مثل ما بيقولوا، دائما بعد الضيق ان شاء الله في فرج. قد ايه حلو اليوم الكبارية مرح تبع الضيعة يكونوا موجود ويزينوا هي الكرنفالات مع الأجيال الثانية اللي عم نشوفها عم تشاركهم هي التقاليد. الإقبال اللي كان موجود واللي عم نشوفه اللي فيه الغناء والاحتفال والرقص حتى يطفوا شوية فرح بظل هذا الوضع الصعب اللي عم نعيشه. طبعا وجود الكبارية بالضيعة كان فخر وعز لنا، نحن لمعة الفرح اللي كانوا عم يشوفوها بعيوننا ونحن عم نشوفها بعيونهم ونحن عم نشتغل، فكانت هي دافع كبير لنا لحتى نكون نحن عم نكمل الطريق اللي هن بديوا فيه. واللي طبعا كرنفالات نحن كان في عنا كرنفالات سابقه، نحن عم نمشي على خطاهم وان شاء الله نكون كان شو كان ويعملوا طبعا وطبعا مثل ما قلت لك تراثنا هو يعني هو وجودا معنا رح يكون عم نحاول نخليه يستمر بالتراث اللي موجود. يعني شو حلوين وهن عم يحتفلوا وعم نشوف اللي حامله وزه هي حامله معزايه يمكن واللي عم يعزف على الكمان، يعني اجواء عن جد جميله كثير حلوه اللي حامله الوزه وطالعه مهضومه. يعني عم نشوف الاوفي عم يمر هلا عبر الشاشه. قديش ضليتكم تحضروا للكرنفال مجد؟ قديش الوقت يلي اخذتوه؟ هل كان في تسهيلات من مختار الضيعة خلينا نقول، حدا ساعدكم ولا لا كان جهود شخصية؟ بلشت الفكرة من شهرين. حلو. طبعا الكل ساعد المغتربين السوريين اللي بيجوا على حين وبيشاركوا. متشرف وجودكم كمان عندنا. أكيد بدنا ناكل عسل. أكيد. أهلا وسهلا. أكيد متشرف فيك. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله كل أيامكم أفراح وأعياد وإن شاء الله يا رب هيك بنشوفكم بنشاطات ثانية بنفس المستوى الجميل اللي نحن هلا شفناه نورتوا صباحنا. وأهلا وسهلا فيكم. شكرا.